في الطاقه الكهربائيه، متاسف في البترول او الوقود المستخدم، ونقدر نتشارك في هذا الامر. ده يعني دي من احد الحاجات الهامه. احنا ما عندناش الكلام دلوقتي حاليا في مصر. ده بيساهم جدا في عمليه تحسين الاداء في الشغل في الصيانه. بس احنا على استعداد يعني طبعا. لا انا اقصد ان احنا عندنا المؤهلات من الشباب اللي تسمح ان احنا نتعامل بهذا الشكل. تاكيد يا فندم. ويعني هنا يبقى التعاون ما بين الطرفين، الكتريك بالنو هاو بتاعها والسوفت وير اللي بتعمله والتدريب اللي بيتم عندنا، الاثنين يتعاونوا مع بعض ويدوا نتيجه طيبه جدا لتشغيل الشبكه والنظام فيها. I will conclude this discussion. سوف اقوم بانهاء هذا الحوار معك يا جيف. لقد كنت هنا يا جيف على مدى 40 عاما مع جنرال الكتريك. كيف تصف الشراكه بين جنرال الكتريك ومصر؟ نحن لدينا شعور قوي تجاه مصر. نعتقد أن كذلك أن لدينا فريق مصري قوي للغاية. عملنا بمنتهى القوة في مصر على مدار العقود الماضية، وأعتقد أن جنرال إلكتريك فعلت كل ما بوسعها. طبعا نحن بحاجة إلى شركاء محليين للعمل معنا والتعاون معنا. كل ما قمنا به على مدار الأعوام الماضية يمكن أن نقوم بضعفه في الأعوام المقبلة. شكرا لك. شكرا جزيلا وزير النقل جلال مصطفى السعيد. شكرا جزيلا. بشكر طبعا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء. شكرا جزيلا. اشكرك يا فندم. Thank you very much. Thank you. Thanks.